اقرأ في عدد الوطن غدا. أخبار وملفات ومقالات لكبار الكتاب. الحوار الوطني يستكمل أجندة المحور الاجتماعي اليوم. كأس العالم حلمنا. كابتان مصر أكبر مشروع مصري لاكتشاف الموهوبين. السيسي للشباب: اللياقة البدنية بجانب المهارات والتدريب ستجعلكم مثل محمد صلاح. ثلاث خطط لوزارة الرياضة واتحاد الكرة لوصول مصر إلى كأس العالم. كما تقرأ في عدد الغد أيضاً ملفاً خاص بعنوان عباقرة المنصورة بعد تكريم الرئيس، شكراً للأب. رنا حامد قهرة الظلام بالدكتوراه. تكريم السيسي وسام على صدري. مدير مستشفيات جامعة المنصورة: قضينا على قوائم الانتظار. أحمد أسامة بعد تكريمه لعبوره المنش: أشكر الرئيس على الدعم. الوطن قوته في ناسه.